كم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك في هذه الساعة على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك. يقول لك ربك جل وعلا: أتعرف ذنب كذا؟ وفي رواية: لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يعني عملت الذنب الفلاني في اليوم الفلاني والمعصية الفلانية في اليوم الفلاني في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الكل مسطر علينا ومسجل علينا، لا يضيع شيء ولا يغيب عن الله شيء جل جلاله. فيقول لك ربك: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فالعبد المؤمن يقول لله، يقول: ربي أعرف، ربي أعرف، منكسر وعارف انه اذنب واخطا في حق ربه. فيقول لربه سبحانه وتعالى: ربي اعرف، ربي اعرف، اسمع اسمع. فيقول الغفور الرحيم جل جلاله: ولكني سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. الله يا الله، ولكني سترتها عليك في الدنيا. هو معقول يسترني في الدنيا ويفضحني في الاخره؟ والله أبدا، والله ما سترك في الدنيا إلا ليتم ستره عليك في الآخرة. إني سترتها عليك في الدنيا، تو في الآخرة وأغفرها لك اليوم. هذا فضل الله جل وعلا، وهذا حلم الله جل وعلا، وهذه رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه وبعباده.